وبركاته. أهلا بكم بقناة سعد الحربي. اليوم من أمطار سيل وجاتنا رشوش، بعدين ما شاء الله الأمطار زادت ودرجة حرارة 8، يعني ما شاء الله اليوم الأجواء خرافية. إن شاء الله أصوركم بعدين. القلب ها أقول باقي شوية تبدأ ثلاث ثواني إن شاء الله وتسمع التستساء. يا ريتكم هنا تمر ريحة القلب وتمر ريحة بعد الكبدة. يا ريتكم وتقدر تغمض عيونك. وانت بتحتاج كشف ان شاء الله. طلعت على هذا الكلب والشحم والكبدة. لكن عندي ود كذا أصعد الدوار تحت الأرض كل هذا البصل بوي بعد شوي ثواني بس وحطه. الله هذه الجزة والعلوم الطيبة فيضة الحوش. الأجواء خرافية. يلا شوف هاي الله هو فيا. مية
Thank you.